القرآن ينفع صاحبه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الخوف، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ترى الناس يتمايلون كأنهم سكارى وما هم بسكارى، لكن عاينوا الأمر وكان عذاب الله شديدا، فخافوا في ذلك اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق مقدار ميل فيعرق الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه إلى وسطه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. في ذلك اليوم بفضل الله ينفع القرآن صاحبه، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه. القرآن يقول: منعته النوم فشفعني فيه، فيشفع ويشفع. ولذلك يا بني ما تمنعه بسبب ذهابك للتحفيظ لا تندم عليه، فإن جزاءه عند الله عظيم. إذا منعك القرآن مما يحبه الناس فإنك تنال بهذا شفاعة القرآن بين يدي الله سبحانه وتعالى، يشفع لك ويشفع. ويأتي القرآن لصاحب القرآن فيقول لله عز وجل: يا ربي حله، فإنه يستحق. يسأل الله عز وجل أن يحلي صاحبه الذي كان يعتني به في الدنيا، فيلبس تاج الكرامة في ذلك اليوم، فيقول القرآن: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن: يا ربي ارضى عنه، فيرضى الله عز وجل عنه، ويقال: اقرأ وارتقي. وإذا دخل الناس الجنة تميز أهل القرآن، فإنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ونالوا درجاتهم قيل لقارئ القرآن وهو في درجته: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. إذا دخل صاحب القرآن الجنة مع أهل الجنة ونال درجته يقال له: اقرأ وارتقي عن هذه الدرجة درجات، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، بحسب عنايتك بالقرآن في الدنيا تكون تلك المنزلة، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها.